أطيب الله أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلة المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. الأنظار تتجه صوب العاصمة السعودية الرياض لتوقيع الاتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي. محتجون يعتصمون أمام ديوان محافظة سقطرى للمطالبة برحيل المحافظ الإصلاحي. تواصل سير الحملة الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للأطفال بسيء أمور. أهلا بكم. تتجه الأنظار الخميس صوب العاصمة السعودية الرياض لتوقيع الاتفاق الذي رعته المملكة العربية السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي على خلفية أحداث أغسطس الماضي في العاصمة عدن، ومن المتوقع أن يشهد التوقيع حضور عربي وإقليمي ودولي ورؤساء عدد من الدول، إضافة إلى حضور كافة الأطياف على الساحة الجنوبية بدعوة رسمية من المملكة العربية السعودية، حيث توجه اليوم إلى الرياض رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمر بن حبريشة وعدد من الشخصيات السياسية الهامة المتواجدة في السعودية، منها محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سلمين البحسني. ويرى مراقبون للشأن السياسي أن الاتفاق الذي يعد الأول بين الشمال والجنوب من شأنه أن يسهم في إعادة ترتيب الأوراق والأجندة على الساحة السياسية والعسكرية استكمالا لأهداف عاصفة الحزم. أجرت قوات الدعم والإسناد بالعاصمة عدن عملية التوزيع والانتشار للجنود في مواقعهم المحددة وفق التوزيع الجديد الذي تجريه القوات العسكرية السعودية. يأتي ذلك في إطار عملية التموضع التي تجريها قيادة قوات التحالف العربي، حيث تأتي هذه العملية على خلفية اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. هذا وكانت قوات سعودية قد وصلت يوم أمس إلى العاصمة عدن مكونة من مئات الجنود والضباط السعوديين وعشرات المدرعات والمعدات العسكرية الحديثة. التقى الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ أحمد لملس بالعاصمة عدن قيادة مؤسسة الأمل لرعاية الأيتام والفقراء، وطلع لملس من الأستاذ أمل المصلي رئيسة المؤسسة على أنشطة المؤسسة الإنسانية والتحضيرات الخاصة بمهرجان اليتيمة الذي تعمل المؤسسة على التحضير والإعداد لإقامته في عدن، مجددا دعم المجلس لكافة الأنشطة الإنسانية من خلال رعايته لأنشطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الإنساني. دشن الهلال الأحمر الإماراتي بمعية مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن حملة توعوية لطلاب المدارس، وتهدف الحملة التوعوية للطلاب أهمية التعليم والنظافة وترك السلوكيات الدخيلة على المجتمع منها حمل السلاح. وستنفذ الحملة في 155 مدرسة، كما سيتم توزيع 935 لوحة إرشادية عن النظافة والصحة والتعليم ومخاطر حمل السلاح في جميع مديريات عدن. ويقدر عدد الطلاب المستفيدين بما يزيد عن 40 ألف طالب وطالبة. يذكر أن الهلال الأحمر الإماراتي سبق وإن قام بحملات توعوية في مدارس عدن خلال العام الماضي تحث الطلاب على أهمية النظافة البيئية. اليوم كان معنا فعالية تدشين لمشاريع الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة عدن، وكان هذا التدشين أولا طبعا بصمات الهلال الأحمر وجمعية الهلال الأحمر الإماراتي في كل مناحي الحياة في محافظة عدن بما فيها قطاع التعليم. وسلطنا اليوم الضوء في التدشين على التعليم بالتحديد وأهميته للطلاب، وأخذنا بالتحديد فكرة تسليط الضوء على فئة معينة لم تلقى الاهتمام الكافي، اللي هي فئة الصم أو ذوي الاحتياجات الخاصة، فئة الصم تبع ثانويات مجمع خديجة. بصمات الهلال الأحمر في هذا المجال واسعة بالنسبة حتى المجمع خديجة، احنا تلقينا الكثير من المساعدات ما فيها معمل الحاسوب أو أثاث المدرسي، في أشياء كان لها دور كبير فيه. في مجمع ثانويات خديجة للبنات في المنصورة حضرنا فعالية توعوية وتثقيفية في مسألة الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة والهلال الأحمر الإماراتي من 2015 حتى 2019، وهذا الدعم السخي المقدم فيه لخدمة التعليم والطلاب والطالبات، نحن حقيقة سعداء جدا أن نشارك.
نفذ أهالي سقطرى صباح اليوم اعتصاما مفتوحا أمام مبنى السلطة المحلية بمدينة حديبو لمطالبة برحيل المحافظ الإصلاحي رمزي محروسة. وأكدت مصادر محلية أن متظاهرين غاضبين نصبوا مخيمات أمام مبنى المحافظة منددين بخطورة حزب الإصلاح وسياسته الإقصائية التي يتعامل بها مع أبناء جزيرة سقطرى. كما رفع المتظاهرون شعارات تندد بمساعي حزب الإصلاح للسيطرة على الجزيرة وتعطيل الخدمات، مطالبين بإقالة المحافظ الذي عجز عن توفير الخدمات وساهم في تعطيل ما هو موجود ليرضي أطرافا سياسية على حساب أبناء الجزيرة. قالت غرفة الإرصاد والإنذار المبكر في حضرموت أن الحالة المدارية في بحر العرب كيار تراجع تصنيفها إلى درجة عاصفة مدارية عميقة بعدما كان في الدرجة الثانية والأولى خلال 24 ساعة الماضية وفق آخر بيانات الرصد السطحي. وأشار الإشعار السابع لغرفة الإرصاد إلى أن سرعة العاصفة المدارية تتراوح سرعتها ما بين 55 إلى 6 عقد مع توقعات بضعفها تدريجيا كمنخفض مداري عميق صباح الجمعة. وتتحرك العاصفة المدارية العميقة بسرعة 6 إلى 8 عقد في الساعة باتجاه غرب وجنوب غرب بحر العرب خلال 24 ساعة المقبلة ومن خليج عدن خلال 3 أيام كمنخفض مداري عميق. وأصدرت غرفة الإرصاد بالمحافظة تنبيه للصيادين وربابنة السفن بعدم التعمق والإبحار في مدخل خليج عدن الشرقي ومن وإلى جزيرة سقطرى والصومال لاضطراء وهيجان البحر ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري. رأس وكيل وزارة الصحة العامة وسكان قطاع الرعاية الصحية الأولية الأستاذ الدكتور علي الوليدي اجتماعا مرئيا عبر غرف عمليات الصحة مع مدراء عموم مكاتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت، وذلك للاطلاع على جاهزية المحافظات صحيا لمواجهة إعصار كيار الذي من المتوقع أن يضرب بعض محافظات الجمهورية خلال الأيام القادمة القريبة. وتم استعراض جاهزية مكتب الصحة في مواجهته وشرح خطة الطوارئ في التعامل مع الأمطار في جميع المستشفيات. وفي سياق منفصل أكد مدير إدارة القيادة والسيطرة بأمن ساحل حضرموت العقيد مرعب خلعة جاهزية كافة الأجهزة الأمنية لمواجهة الإعصار. وقال العقيد باخلعة أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة التدابير اللازمة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ومن جانب آخر أقر صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت خطة عاجلة لمواجهة الحالة المدارية كيار إلى جانب إقرار عدد من الإجراءات اللازمة في أوقات الطوارئ والكوارث الطبيعية. كما أعلنت المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت عن الاستعداد ورفع الجاهزية لكافة طواقم العمل بالمؤسسة وإنشاء غرفة عمليات مركزية بإدارة كهرباء المنورة وغرف عمليات بكافة فروع المؤسسة بالإضافة إلى رفع الجاهزية النفسية. تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون سير الدراسة في مركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين بالمكلا. واطلع الوكيل عبدون على أداء المعلمين والمعلمات داخل حجرات الدرس ومدى الاستفادة لمجمل التدخلات النوعية التي شملت البنية التحتية وإعادة تأهيلها كاملة وكذلك تحسين البيئة المدرسية وتجهيز قاعات الحاسوب ومعامل المختبرات وقاعات الأنشطة التي تم توفير فيها العديد من الألعاب الحديثة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي بدورها ستسهم في تطوير الأداء وتحسين الحصة الصفية وتمكن المعلمين والمعلمات لتقديم المادة العلمية بسهولة ويسر. وبعد انتهاء هذه الجولة التفقدية التقى الوكيل عبدون بقيادة وكوادر المركز لمناقشة جملة من الموضوعات مع بدء العام الدراسي الجديد. ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية الضلاعة القبض على مطلوب في قضية جنائية لدى أمن المكلا في إنجاز جديد لأمن المديرية خلال وقت قياسي. وأشاد مصدر مسؤول في القيادة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مديرية الضلاعة والإنجازات التي حققتها قيادة الأمن في تلك المديرية بقيادة الملازم وليد بن شملان مدير أمن الضلاعة. واعتبر المصدر أن الدقة والسرعة في تنفيذ المهام يدل على حرص القيادة والتزام الأفراد وتحليهم باليقظة الدائمة والحس الأمني العالي.
قام الفريق الجيولوجي بإدارة التقييم والترويج بهيئة المساحة الجيولوجية وثروات المعدنية فرع حضرموت بالنزول الميداني لمنطقة كثيبة في غيل بوزير لدراسة والتقييم الصخور الصناعية بالمنطقة. وأجريت عمليات الدراسة والتقييم للصخور الصناعية المتواجدة، وأخذت البيانات والقياسات الحقلية لتواجد وانتشار الصخور الصناعية. وخلال عملية الاستخراج أوضح الفريق الجيولوجي المعايير المتبعة دون الأضرار بالجوانب البيئية والسلامة المهنية للعمال، مع أخذ عينات لإجراء التحاليل الكيميائية والاختبارات النصف صناعية. تتواصل بمستشفى سيئون العام سير الحملة الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للأطفال بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتقدم الحملة خدماتها مجانا على مدى 5 أيام، حيث تهدف إلى إجراء 69 عملية جراحية لإصلاح التشوهات الخلقية في الجهاز البولي والتناسلي للأطفال بإشراف فريق طبي متخصص. هذا وتأتي الحملة ضمن الدعم المتواصل الذي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الكثير من المجالات الصحية والتنموية والخدماتية والإغاثية، حيث يمثل مركز الملك سلمان جسر إمداد لتلبية الكثير من الاحتياجات للشعب اليمني. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الأنظار تتجه صوب العاصمة السعودية الرياض لتوقيع الاتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي. محتجون يعتصمون أمام ديوان محافظة سقطرى للمطالبة برحيل المحافظ الإصلاحي. تواصل سير الحملة الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للأطفال بسيئون. سيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلة المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.